كلمة بسيطة في هذا الصباح في طبة طلبتها واحدة يوم من الأيام في يوم عرسة، في يوم زفاف، في يوم زواجها. يقول الكتاب قالت عكس لأبيها. ردت معايا الآية، خلينا نطلع ببركة مع بعض في هذا الصباح. عكس طلبت من أبوها، قالت له إيه؟ أعطني أعطني بركة، عدد 15، أعطني بركة. قول معايا، خلينا نتشجع مع بعض يا إخوة وأخوات، قول معايا أعطني مرة تانية أعطني. طب ولو في حد ما بيقولش من الإخوة والأخوات ده، يعني مش عايز بركة يعني ولا إيه؟ كلنا في طلب طلب الرب للحصول على البركة. قول معايا كمان مرة وتشجع أعطني. خير معايا في يوم عرس، في يوم زواج، في يوم زفاف تطلب عكس هذه الطلبة من أبوها. أبوها يوم من الأيام قال إن هيحارب ويحرر قرية صفر، أنا هديه أنا هديه عكس ابنتي امرأة له. فطلع ابن أخوه عثمانين ابن قناز وراح ان انا
مكفى ان انا يعني واخد حضرتك ومتجوز وكان واحد بكده؟ ما ينفعش اطلب. هتنزل؟ لا مش هكلمه. انزل كل عايزين بركه، انا مش هقدر اقول ولا هقدر اطرق. بياخدوا ويدوا مع بعضيهم. اقول لك ابوكي وانت حره معايا. انزل واطلب انتي. فنزلت عكسه من على الحمار. ابوها كالب قال لها ايه؟ فاكر الكلمه؟ مالك؟ ايه؟ مش هتكمل الطريق؟ مش لابد عليك الجوازه؟ مش لابد عليك العريس؟ مش هتكمل الطريق؟ قالت لها انا نازله عندي طلبه عايزه. ما تقول معايا عايزه بركه. بركه؟ بس ده يعني اطلبيها، اطلبيها بعد ما تروح، اطلبيها في اي يوم تاني. انت مشغوله بايه؟ انت وحديث الرب لنا في هذا الصباح بعنوان عكس ومشغوليتها، عكس ومشغوليتها. اسال كل حد فينا ايه موضوع المشغوليه بتاعك؟ ايه موضوع المشغوليه بتاعك اللي شاغلك شويه كده؟ عكس ومشغوليه. مشغوله بايه عكسه؟ عايزه. ما تقول معايا عايزه بركه، عايزه بركه. مش هقدر اعيش من غير بركه. يا عبيس يوم من الايام قال الرب كده، كان اشرف جميع اخواته لكنه طلب البركه وقال للرب ليتك. يا ريت تكونوا معايا، خلى ربنا يباركنا. ليتك تباركني. وتاني وسع تفوق وحط ايدك معايا وكمان احفظني من الشر. مزمور 16 حينما قال قلت للرب.
وعم عقلي واطبقهم واقفل عليهم ولا اوديهم البنك ولا اشتري بيهم. انا تصرفت فيما لا املك كاني مالك وليس كوكيل. لكن عارف الوكاله المسيحيه بتعني ايه؟ انا وكيل ولا مالك؟ حد يرد عليا؟ انا وكيل على البهائم، وكيل على الكرشنات، وكيل على كل ما امتلك، انا وكيل عليه. لكن عارف انا عندي مشكله، انا بتصرف كما ولو كان اني مالك وليس كوكيل. عارف جاتني الكلمات ده اغبي اللي انت بتعده ده لمن؟ حماقه الافكار، كذابه الافكار. وهو بيفكر عشان كده مشغول بايه؟ كان مشغول انا اقول لها كل والشراب وتاني. سؤال كلي واعمل ايه؟ هو الميه كانت قاطعه في توقيت هي حتى الميه مجمدان. طب انا عشان لقمه العيش والعشاب زي بعضه وشغل الارض والى اخره، والميه حتى الميه كلي واشربي وافرحي وخد بالك من اللي جاي واستريح. كلت وشربت وفرحت، بس مين يضمن الراحة؟ مين يضمنها؟ مين يضمنها؟ حتى يقدر يقول لي اقدر اضمن الراحة؟ سأل واحد يوم من الايام فبيقول له ايه؟ زي الحال. قال له اشكر الله ما عندكش؟ لا الحمد لله كله تمام. اخبارك وظروفك؟ قال الحمد لله القرشين كتار والعيال كبار. مال ايه يا عزيز الفاضل؟ مال ايه؟ مال ايه؟ عشان كده يديني يا ربنا نعمة التصرف، اتصرف فيما اعطانا الرب، اتصرف كوكيل وليس. واحد تاني مشغول، واحد تاني عنده مشغولية. مشغوليته في ايه ده؟ راجع معايا صموئيل، خد بالك صموئيل 10 كده، شوف ايه الدنيا معاه كده عن شاول ابن قيس. شاول ابن قيس ضيع منه شوية قطن، خد بالك ضاعت منه شوية قطن، فراح يدور عليهم حد الجيجة. بس هو ده المطلوب، هو ده اللي ينفع، ده راجل هامة وجامة وطول وعرض، هو ده اللي ينفع. حتى ان الرب قال لصموئيل، الشعب طلع عليه، الشعب بيطل على المناظر الخارجية، لكن الرب بيطل على الإنسان، ينظر إلى العينين، ولكن الرب ينظر إلى إيه؟ القلب. لكن بعد ما تنصب، خد بالك كملك، اسمع في كم محطة مع كم مرة، كم مرة الكتاب يذكر عنه تصادف. ركز معايا في إصحاح 10. فأخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا، عدد 2، في ذهابك اليوم من عندي، في ذهابك اليوم من عندي. ها أول تصادف أهو، تصادف رجلين عند قبر رحيل. يعني ده يوم تتويج، يوم حلو، يوم يعني الدنيا مزهزه، وأنا الملك تقول لي روح محطة كده عند قبر رحيل. اعمل ايه عند قبر رحيل؟ اعمل ايه عند قبر رحيل؟ ده مش واخده يعني فسحة، ده مش واخده على الكورنيش وظهور ودنيا في يوم التتويج، لكن ده قال له ايه؟ اول محطة ليك يا حضرة جلالة الملك، ها المختار، ركز عند قبر رحيل. تبالي ايه رحيل؟ شاول ابن قيس البنياميني ورحيل، خد بالك ايضا يعني دي جدة شاول. وقف شوية عند قبر رحيل وتذكر وتحذر. اقف شوية عند قبر رحيل وتذكر وتحذر. افتكر ايه وتحذر من ايه؟ تذكر يا شاول.
أن الجمال دفن. مش كل الأيام دي مركز على الجمال. خد الواد تلاقيه خطب أربع خمس مرات، لا لدة دي ولا لدة دي ولا لدة دي، يعني هيجيبوا له واحدة منين؟ الجمال دفن. حاجة تاني، والآمال تحطمت. كان جديه، خد بالك، كان جديه مبني آمال على رحيل. ده خدم بيها يعقوب كام سنة؟ 14. ياه، ويتغير أجرته كلمة 20، ويغمض يعقوب ويفتح، يا اليوم اللي نتقابل أنا ورحيل. متى تنتهي الألم والتعب؟ ساعة ما نتقابل ونتجوز رحيل، خلصت الألم والتعب. لكن يأتي يوما، خد بالك، ويعقوب عمل كومة حجارة وكتب وعمل كده وقال يا جماعة ده نصب، ده قبر رحيل. تذكر مشغول بيه، عارف، حتى وهو بيدور بعت له صموئيل وبعت له، وخد بالك وبيقول لشاول ولمن كل شهي في اسرائيل، مش كله ليه؟ تعالى، ده ابوك ترك امر القطن، ترك امر القطن واهتم بيك، وعم يقول يمين يجيبني شاول، ابني ابني ابني. يا سلام، ايوه، قيس ترك امر القطن. خد بالك، اول تصادف، ثاني تصادف، خد بالك بيقول له ايه؟ تصادف رجلين عند قبر رحيل. لكن مرة تاني إلى بلوط الطابور، عدد 3، وتعب من هناك ذاهبا حتى تأتي إلى بلوط الطابور. ومعنى بلوط الطابور، خلي بالك، عند قبر رحيل، العدد الثاني، في تخم بنيامين في صلصح. ومعنى كلمة صلصح بمعنى ظل البهاء، ظل البهاء، ظل البهاء. الدنيا زهزت، الدنيا زازت، الدنيا خطت راحتها. افتكر انت عند قبر رحيل، ظل البهاء، ظل البهاء يا غالي، ده منطقة صل. لكن يقول له تعد ذاهبا، تعد من هناك ذاهبا حتى تأتي إلى بلوط الطابور. بلوط الطابور بمعنى القوة الحية. هللويا، فيه قوة من عند الرب، مش كده برضو؟ ها؟ مش كده برضه؟ ولكنكم، قول معاي، ستنالون قوة. متى حل الروح القدس؟ اللي منتظر القوة منتظر عمل الرب في حياته وانسكاب روح الله في الحياة. عارف ده يدي ايه؟ يدي قوة، قوة حية. إلى بلوط الطابور فيصادفك هناك 3 رجال صاعدون إلى بيت إيل، واحد حامل 3 جداء الذبيحة. لكن حد تاني، خد بالك، بيقول عنه حامل 3 جداء وواحد حامل 3 أرغفة. شبعنا على الرب، وانت نازل من ارتفعات صادف زمرة من الأنبياء هيسلموا عليك وتخش وسطهم، يحل عليك روح الرب، تتنبأ وتتحول إلى رجل آخر، يصادفك رجلين. لكن إن كان مشغول مشغولية كاملة هذا شاول ابن قيس في مشغوليته، لكن إيه رأيك؟ عكس واتضاعها، مشغوليتها طلب البركة، عكس واتضاعها. وهختم لك بالجزئية دي، مش هطول، لكن اتضاع. يا رب من فضلك ادينا نعمة الاتضاع. حد يقول امين معايا؟ في بيوتنا، في حياتنا، كم من الامور تحتاج الى الاتضاع؟ كم من الامور يا اخت الموضوع عايز ايه؟ انزل ولا اطلع؟ انزل عليه بس واطلع عليه. ما في امور طالبه اطلع مره، وفي امور برضه يعني انزل عليه واطلع عليه بالظبط. في امور كتير محتاجه من حياتنا كمؤمنين تنازلات. ودايما اقول للرب علمني ازاي اطيعك، ولما تقول لي انزل اعمل ايه؟ وضع نفسه. مين هو ده؟ مين هو ده اللي وضع نفسه؟ ما
محدش وضعه لكنه وضع نفسه وأطاع. لكن عارف النهاردة في طريق الحصول على البركة نزلت عن الحمار، ولما نزلت قالت لأبوها ايه؟ أعطني بركة. مش تستنى لما تروح دلوقت، عايزة بركة. فأعطاها كالب ايه؟ الينابيع العليا والينابيع السفلى. عندي أرض محتاجة مية، ومش هقدر أعيش من غير ايه؟ من غير المية الحية، من غير ماء الحياة مجانا. عايزين مياه من عنده. نزلت عن الحمار. لكن خد معايا حد تاني يقول الكتاب عن نزلت برضو، دي نزلت على رجليها وبرضو أبيجايل برضو نزلت فين أبيجايل؟ بعد داود لنابال الكرملي. النهاردة يوم طيب وعند الجزازين واحنا قاعدين عاملين حراسات الليل، وبعدين يعني اعطنا مما ملكت يديك. فراح رد كالب وقال من هو داود ومن هو ابن يس قد كسر الغلمان؟ ياخديه اخذ خمري والعيش بتاعي وذبح الذي ذبحته واودي لقوم لا اعلم من اين هم. لما سمعت ابيجايل ان رد رسل داود رجعوا فارغين، وكان تقرير داود هو عمل كده، ايوه حاضر، الى ضوء الصباح مش هخلي باقي البحائط حتى الكلب اللي على الحيطه هموته بالنسبه للنبات. لكن لما سمعت أبيجايل، ويا رب بارك كل أبيجايل يا رب، حقا انها امراه جميله المنظر وجيده الفهم، حقا انها امراه مبادره فبادرت. يا رب ادينا في بيوتنا امراه تكون جيده الفهم وامراه مبادره. اخذت المبادره، مش عيب يا بيجايل تروح تجيب لراجل غريب؟ مش عيب يا بيجايل؟ يعني لم يخبرنا الكتاب كان بالنهار او بالليل، لكن تروح تجيب لواحد غريب. ونزلت وساعة ما تاخد معاها كل التقدمات اللي خدتها، ولما شافته نزلت عن الحمار وسجدت الى الارض وقالت علي انا يا سيد هذا الذنب. حط الذنب ده عليه، اوعى تحطه على داوود، اوعى تحطه على نبال، هذا اسمه الحماقه عنده. ويا للعجب، طب وايه اللي يجيب واحده جيده الفهم وجميله المنظر وتتحط مع رجل كالبي؟ كان الرجل كالقاسي ورديء الاعمال، ايه اللي يجيب ده مع ده؟ لكن تقدر تقول الحظ والنصيب، والكل يقدر خد بالك يلحنها جسمه ونصيب. لكن يتعدل الحظ، يتعدل من أبيجايل وحظها المايل مع نبال، الى أبيجايل وحظها الهايل مع داود. لكنها نزلت عن الحمار. رزقة نزلت من على الجمل، رزقة نزلت من على الجمل. وخد بالك بعد طريق طويلة خضخضة وتعب نزلت من على الجمل عشان هتقابل مين؟ سحاب. اختم لك بآخر حاجة، داود قال الكتاب عنه إنه نزل إلى الوادي وانتخب. انتخب ايه؟ معايا طيب ولا نعسته مني؟ انتخب سؤال. انت في الوادي، انت في الصحراء يعني ما الدنيا مليانه زلط، يعني لازم تنزل. ايوه اللي يعرف ينزل يعرف ينتصر. اللي يعرف ينزل، انزل ازاي؟ نزل الى الوادي. معروف في التضاريس خد بالك ان الوادي حاف الجبل منين والوادي ايه فين؟ ينزل بالتضاع، نزل وطالع بالخمس زلطات وراح خد بالك علشان مواجهة العدو.
كم مرة الأمر يتطلب مني ومنك عشان أقدر أواجه العدو وأقدر أصمد أمام العدو؟ الموضوع عايز مني أعمل إيه؟ أنزل، أنزل على ركبي وأنا بصلي، أنزل على وشي، خد بالك في التراب علشان الرب ينصرني أمام عدو قاسي لا يرحم. كم من المشاكل حاطت بنا وكم من الخلافات، لكن كان الرب واقف بجوارنا، والرب أعطى الوعد لجميعنا: أنجيه وأرفعه، لأنه عرف إيه؟ عرف إيه؟ كم مرة كان ضيقات نجانا منها دبروها الآخرين؟ قد إيه؟ كم مرة مبارك اسمك يخش على جليات ويقول له: أنت جايين، أنت تأتي إلي بسيف وبرمح، لكن أنا جايلك باسم رب الجنود، أنا جايلك باسم رب الجنود. اليوم عندك ثقة؟ اليوم هي إيدك قد إيه يا داود؟ قال لا دي مش إيديان، إيديان ما تقدرش تعمل مع ده حاجة، لكن عارف دي إيد مين؟ دي الإيد اللي بتحرك الكون كله، دي الإيد اللي بتحرك الكون كله. اليوم يحبسك الرب فين؟ في يدي. حط الزلطة بتاعته، خد بالك يا عم، ده حرب من نوع جديد، ده حرب. فاكر زمان؟ أنا فاكر الموقف ده، كان واحد يعمل مقلاع بتاعه حتة ليف، خد بالك، وعم يعمل عشان الزرازير زمان كانت عم تاكل الجرح، ونعمل كده، خد بالك، وده حرب من نوع جديدة. عارف الكتاب بيقول ايه؟ ان الحجر ده ارتز جوه جبهة جلياط. ليه يعني؟ كان ماسك يعني مدفع يعني بيضرب بيه. اصل هذا في ايد الرب، اصل ايد داود ممسوكة في ايد مين؟ ايد الرب. وبرضو جلياط هذا الرجل الاغلى في الفلسطيني برضو محبوس في ايد مين؟ ايد الرب. تخيل راجل طوله 6 أذرع وشبه، حد قال لما يجي الشر كده يجي ويجي وزايد شبه، لكن من جميعها ينجيه. تقدر تردد معايا الآية؟ قالت عكس لأبيها، اعطني ديني بركة، عكس ومشغوليتها، عكس واتضاعها. يا رب ادينا ننشغل بيك، وادينا كلنا نتضع امامك في هذه الايام.